ناصر بن مهنا السبيعي، ومن بعده اهتمينا في الابل نحن ابنائه، وهو الله يرحمه جمع البل من قبل ما ننوجد. يعني هو كان رغبته من الطفولة وهو رعيبه، فكان يملك مجاهيم، وبعدها بكم سنة ملك المغاتير. والكلام هذا يعني من حدود من 40 إلى 50 سنة نتكلم عنه من الآن، ومر عليها فحول أكثر. نتكلم عن المغاتير، مر عليها فحول يعني أساسها اللي هو طيحان، وجلس كم سنة هو فحلها. بعدها طال عمرك تطورت السلالات وحبينا نغير الدم، فادخلنا عليها الباتلي، وادخلنا عليها من سلالة طيحان اللي هو هداج والدعقاب. والحمد لله الانتاج مثل ما انتم شايفين، يعني الانتاج طيب، حققت البل العديد من المراكز، يعني فاز، شارك في مرقابة وفاز بمراكز، شارك بالمجاهيم على مستوى الخليج في خريص وحقق المركز الأول، شارك في الفرديات وفاز، يعني حقق مراكز كبيرة، سيرته الله يرحمه عطرة يعني، وفي هالمجال يعني اسم غني عن التعريف بالنسبة لناصر بن مهنا. مهما تكلمت الله يرحمه أنا أعتبر نفسي مقل. والله السلالات، سلالة البل هذه كلها على طيحان، وبالنسبة طيحان العزة أنتج بعارين وتسلسل منها بالبعارين، والبل هذه كلها تلاد عليه، من ضمن سلالته اللي طلعت اللي هي تمام وعقاب من أشهرهن يعني، والموجودة سلالة عيال تمام كلها أساسها اللي هو بعير الوالد سابقا اللي هو شمس. دخلنا برضه الباتل قبل كم سنة، والحمد لله يعني أنتج معنا إنتاج قوي، أكبر الآن عياله لقي وبناته، وموجودة في مع المنقية كلها موجودة معنا هنا. والله بديت الاهتمام في البل من الصغر، يعني أنا وجدت على الدنيا والوالد الله يرحمه موجود عنده إبل، وحبيناها من وجودها عندنا ووجودنا معها، وتربينا مع البل، والحياة مع البل شيء عظيم. يعني الإنسان إذا عاش مع البل ما يدور أي شيء بديل له، فهذه نعمة كريم يعني وجود البل عندنا، نعتبرها نعمة من رب العالمين، والوالد الله يرحمه يعني اهتم فيها وطورها، وهذه الحمد لله. الحمد لله هذه نقول الحمد لله اللي موجودة عندنا وحنا محتفظين فيها اليوم ودوم، يعني حنا موجودين معها، يعني ما دمنا موجودين حنا محافظين إن شاء الله على بلنا وعلى سلالاتنا ومطورينها إن شاء الله برضه، فإن شاء الله بإذن الله أنها تبقى معنا العمر كله. بل طال عمرك الداعم الأول والوحيد اللي هو الوالد الله يرحمه، لأنه مثل ما قلت يعني ما في أحد حببني في البل إلا هو الله يرحمه، ولا حد دعمني، وحتى أنا لما يعني كبرت وحبيت كل ما حبيت أشتري شيء كان أشتري كل شيء على انظره الله يرحمه، فهو الداعم الأول والأكبر لي الله يرحمه. أهم أركان النجاح في هالقطاع وهالمجال اللي هي شغلتين، قوة النظر وتوفر السيولة مادة، فبدون التكامل بين النقطتين هذه أتوقع أن أي أحد بيقني البل أو بيشتري البل بيعاني صعوبة، بالذات البل الطيبة. وأنا أعتبر برضه أنه قوة النظر تعادل المادة أو أكثر، لأن المادة ممكن تكون موجودة لكن قوة النظر هي الصعبة.
الناقة المنتج من أهم صفاتها أنها يكون عظمها طيب، يكون وسرتها طيبة، يكون مطلعها طيب، حتى لو صار الرأس خفيف لكن غالبا الرأس يعدله، البعارين المنتجة تعدل الرأس. والحول بالإنتاجها وما إنتاجها هذا غالبا حظوظ أهلها، يعني يجيك ناقة لون شخصيتها وسط يجي بطنها طيب، وبعض البل تصل إلى فردية ويجي إنتاجها وسط وأقل من الوسط، هذا توفيق من رب العالمين. الله يطول العمر البعير المنتج. البعير المنتج هذا يعتمد على أساس البعير في الأساس، أنك تكون عارف أبو البعير وعارف أمه وعارف مصدره، يعني أضف إلى ذلك المواصفات الموجودة في البعير من عظم، من مواصفات مكتملة من ناحية الرأس، من ناحية مواصفات البعارين اللي واضحة في كل بعير، يعني أنت تبي تزنيه تتأكد منه. لكن برضه ترجع الخوات البعير، خوات القعود، تشوفهن الفحل اللي أنت بتفحله، ودك أنك نحصل أنك تشوف أمراح راعيه والإنسان اللي سواء من عند شخص منتجه في البر أو من أحد مزارع الإنتاج، هذا شيء ضروري أنك تكون مطلع عليه وشايف. المواصفات اللي موجودة في الحيران كثيرة، لكن فيه بعضهم من يوم يطيح فيه موارزين، والحوار طبعا توافيق به يطلع فوق ويفرط، وبه بعضهم يدور يرجع ما للأسف يعني، وحصل كثير. لكن غالبا اللي فيه موارزين وساسه طيب أنها بإذن الله أنه متوجه ويطلع كل ماله في زود. مواصفاته واجد واجد، هي مواصفات الزين اللي موجودة في أي حاشة، ويعرفونها البدو أهل الحلال يعرفون، ما يحتاج. هذه البل اللي تبتعد عنها قد ما تقدر، اللي هي العنجة والخنبة، وبالذات العنجة ذي ما لها طب، غالبا أنها تأثر في سلالتها، بتشوفها في حاشيها غالبا، حتى لو البعير عدى الحاشي ولا أكثر ترجع على أساسها، فقد ما تقدر أنك تبعدها من مراحك يكون أحسن. بالنسبة للحوار أول ما يطيح ما عندنا يعني عناية خاصة في، بالذات أن الحلال كله مبروك وكله حلال، فما عندي حاشي الوحدة يعزل يمين ولا يسار، كل الحشو واحد، وهذه موجودة عند أغلب البدو. لكن إذا كبر الحاشي وتطور ممكن يعزل مجموعة من الحشو، وهذه تكون عنايتها خاصة، يكون وضعها غير. وإذا تبين وتميز بطبيعة الحال راعي الحلال بيهتم في الحاشي الفردي، يختلف عن حاشي الجمل عن الحاشي العادي اللي بيبيعه، ما راح يطول عنده. وهذه توافيق من رب العالمين، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والبركة إن شاء الله. بالنسبة الكميات طبعا ما احنا ما نحس بالكميات، لو نحس بالكمية ونشوف وش نعطي وش ما نعطي والله ما علفناها. لكن الوقت اللي حنا نعلف فيه، انا ما عندي المفاريد طبعا تعزل، لا جت هي امهاتها تعزل لها في شبك ويحط على فحلها وتعلف. بالنسبة للمساء تعشى عشاء، واما مسألة انه علف ناقع باستمرار لا والله ما عندي، لكن علف طيب وتعطى شعير ومكعب على حسب حاجتها، بالذات اللي هي المفاريد. واما من يوم تصل حقه ولا لقيه تدخل مع امهاتها وعلفها علف امهاتها، لان كلهن عندنا غوالي ولا نبخصين شيء على شيء، كل حلالنا وياكل علف واحد. بالنسبه للعلف، العلف عندنا يختلف في الدق طبعا المفروض والحق يعني، لكن بالنسبة من يوم تدخل لقية، اللقية والجذعة تروح مع أمهاتها ويصير علفها علف البل. أما بالنسبة للحشو الصغار المفاريد والحقائق لا، هذا يكون لها علف خاص وعناية خاصة علشان يساعدها في النمو، ولها اهتمام وضع يختلف عن البل الكبار يعني، أو عن خواتها لو وصلت لقية وجذعة دخلت مع أمهاتها. الحاشي أول ما يلد طبعا نعطيه العصار،
العصار هذا يعني مفيد للحشو، وأثبت أنه مضاد حيوي للحشو أول ما تلد، وله إن شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى فوائده يعني. بالإضافة إلى في أشياء أساسية لازم تكون موجودة عند راعي الحلال باستمرار، اللي هي متابعة الحلال بها، اللي هي إبرة الجرب، هذه ضرورية يعني متابعة الحلال. في عندك علاجات حق الطفيليات الدم، وهذه تتأكد منها غالبا بالتحاليل، تحاليل الدم إذا طلع عندك طفلية يعني في الحلال عندك أو شيء. عندك برضه شراب الدود، برضه هذا مهم أنك تعطيه الحلال كل فترة. عندك أشياء شعبية مثل الثوم يعطى للحلال رفع المناعة عند الحلال. عندك الفيتامين سي برضه مهم أنك تتابع كل فترة، وبالذات في تغير الفصول يعني من الشتاء للصيف ومن الصيف للشتاء، هذه أشياء. وفي أشياء طبعا كل إنسان تلقى عنده بحكم يعني خبرته وحياته مع البل يبين عنده أشياء هو يعرفها بالممارسة وبوجوده مع حلاله يعرف وش يحتاج، وتلقى صارت عنده المشكلة الفلانية تلقى يعرف وش علاجها يعني. فهذه الأشياء، وحنا ودنا والله نتمنى أنها تتطور عندنا المستشفيات أفضل من الموجود، لأنه يعني نشوف إلى الآن أن البل وصلت أسعار يعني عالية، والمستشفيات والأطباء والبحوث في مجال أمراض الإبل أقل من المستوى. لكن نتمنى إن شاء الله من الأخوان القائمين على الإبل والمسؤولين عنها وحتى المستشفيات الموجودة أنهم يطورون من الوضع اللي صاير الآن، والله يوفق إن شاء الله. نصيحة للي بيدخل في مجال البل، إذا عنده نظر ونظره قوي هذا ما يحتاج، هو ناصح نفسه وعارف. اللي ما عنده يختار له شخص يكون نظره طيب وذمته طيبة، ويتوجه للمزادات أو مزارع الإنتاج، ويحرص على أنه إذا شرى في هالوقت يفحص اللي هو العبث، لأنه للأسف هذه الموضوع هذا دخيل على مجتمع أهل البل، والله يكفينا شره إن شاء الله. اللي يبغى بداية يدخل في مجال البل وتوه جديد في هالمجال، يتوجه لأهل البل القديمين، البل اللي عند البدو الأساس أو مزارع الإنتاج. في ناس الآن دخلوا مجال البل من فترة قريبة وما شاء الله يعني عندهم مزارع إنتاج تعتبر من خيرة مزارع الإنتاج، لأنهم اختاروا الفحول الطيبة واختاروا البل الطيبة، والحمد لله طلع عندهم إنتاج طيب، وممكن يستفيد منهم الشخص اللي بادي يجمع إبل أو أنه بيعزز إبله. البداية الإنسان إذا بغى يعني يبدأ البداية الصحيحة يركز على الفحل، لأن الفحل هو اللي عمر البل. يعني البل ممكن تشتري مرة ومرتين وعشر لكن ما تستمر معك وما أنت بدايم تشتري، لكن الفحل وانتاجك أنت يا راعي المراح هو اللي عمر مراحك. اللي يبي يبدأ في مجال البل ويعني يقول رأس ماله بسيط، أفضل رأس مال فيها رأس مال لبل البداوة، اللي بيبدأ بيشتري من 30,000 و50,000 و100,000 وفي هالحدود، وفيه اللي داخل نشيط وبيروح لبل المزاين والفرديات، وهذه ما لها سعر محدد يعني فيه مليون وفيه مليونين يعني وفيه بكثر. والله يا أخوي العبث دمر أهل البل ودمر أسواق البل للأسف، هذه آفة نعتبرها حنا يا أهل البل آفة هالعصر، لأنهم خوفوا الناس. حتى اللي بيدخل في مجال البل صار متخوف، اليوم ما يشتري إلا يفحص ويشتري عن طريق شخص يعرفه ويشتري، ولا كانت أول الرجال يوقف على الرجال فمراحة
ويشتري منه هو متوكل على الله وعارف الحلال اللي خذاه انه نظيف وشايف ان زينه وشينه، لكن العبث هذا آفة، تاخذ لك سلعة بشكل ولجت في مراحك وقعدت عندك فترة بشكل، لكن الله يكفينا شرهم، وان شاء الله ان الدولة حريصة على محاربتهم علشان أسواق البل ووضع البل يرجع زي ما كان أول وأفضل إن شاء الله، وإن شاء الله أنها آفة وتنتهي قريب بإذن الله. الرسالة لي ولأهل البل اللي هي التركيز على الفحول، الفحل الطيب هو الأساس في المراح، وعلى تجديد الدماء، وعلى أن الإنسان اللي يقدر يشتري الفحل الطيب يشتريه، واللي ما يقدر يشتريه يلقى إن شاء الله من المسلمين يروح له ويضرب عنده، وإن شاء الله يجيب له الله من هالفحل الطيب فحل ويصير قعود ولا حاشين طيب ويفحله فبله، والله يرزق كل مسلم إن شاء الله. والله الأشياء اللي نتمنى وجودها في مجال البل أو في أسواق البل، يعني اللي همنا حنا أهم شيء أهل الحلال اللي هو وجود الكادر الصحي، المستشفيات اللي تهتم بالبل وتعرف أمراضها، ونتمنى وجودها أنها يعني تكون موجودة في كل منطقة، موجودة سواء في الرياض، في المنطقة الشرقية، في الغربية، في جميع مدن المملكة، وفي أسواق الإبل بالذات يكون في عيادات طبية وفي عيادات فحص العبث، أنها تكون متوفرة علشان تسهل على الناس كلهم في مكانه. وإن شاء الله الأخوان القائمين على مجال البل مهم قصرين وحريصين على توفير الأشياء هذه، وهم يلا لك الحمد كل سنة عن سنة نشوف أشياء كلها تطور وكلها منفعة إن شاء الله لأهل البل وإن شاء الله للحلال بشكل عام، والله يجزاهم خير. أشكر برنامج تاريخ البل والقائمين عليه، وأتمنى أني أكون قدمت ما يفيد المشاهد الكريم وما يفيد الأجيال القادمة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وشكرا لكم.